بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. هكذا ينطلق هذا الشوط لفئة الصعوب للإبكار الفطامين لنجوم المستقبل ضمن صندوق حمران لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث ينطلق هذا الشوط وتندفع هذه الأسماء مباشرة إلى الشاهينية متابعينا الكرام. وحمد بن سالم بن عيلة آل عفاري يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الأول والقيادة الأولى، بينما ثاني الأسماء الدخول من الشاهينية الهلال بن مبروك بن طماطم العفاري يتقدم مع المركز الثاني، حيث الدخول من الشاهينية لعبد الله بن سالم بن عبد الله بن يطبع العامري قادم مع المركز الثالث، حيث الدخول على رابع الأسماء الشاهينية لسالم بن حمد بن يطبع العامري، وهناك الدخول والوصول في هذه اللحظة من الشاهينية لرميدان بن سالم بن متعب العفاري يتسلل شعار بن متعب من الزاوية الصعبة في هذا المسار، وشعار بن يطبع يصل، وهناك الأسماء القادمة في هذه اللحظات متابعينا الكرام بهذا الأداء الرائع والأداء الجميل ما شاء الله. ثنائية 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 هنا بن يطبع وهناك من الزاوية الصعبة غطت علينا الشاهينية، ولكن القدوم من الكايدة وسهيل بن خيرات العامري الكايدة الشاهينية بن يطبع بن خيرات، ولكن بن يطبع تهانينا والناموس لسالم بن حمد بن يطبع العامري على الفوز والانتصار المركز الثاني الكايدة سهيل بن خيرات العامري المركز الثالث المتحدة لسالم بن رملي بن محمد العامري. عودتنا بالتاني والناموس متابعينا الكرام لمن قدم لنا أيضا هذا الشعار وعشانية سالم بن حمد بن يطبع العامري، تهانينا والناموس. والتوقيت الزمني دقيقة 44 ثانية 40 جزء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.